خلصي نرجع نزيد Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di channel aku, Umi Rijal. Hari ini hari pertama aku kerja di salon baru ya. Dan hari ini pertama kerja aku sama si bos yang punya salon tuh diantar ke seminar langsung. Tuh ada seminar untuk L'Oreal. Jadi kayak treatment, kayak warna sabun, warna rambut gitu ya. Jadi memang aku dari awal itu niatnya kenapa aku mau pindah dari salon yang pertama aku kerja dengan salon yang sekarang itu ya kayak gini. Aku kalau kerja di salon yang kecil itu kan biasanya kita itu enggak ngambil ilmu yang baru, terus enggak ada yang baru gitu. Kalau kita kerja di salon yang agak besar itu akan ada ilmu yang baru yang bisa diambil. Okay, but little bit of people use it. 2019 فاكر كتير ناس عم يستعملوها. ليش؟ لأن يقولوا ما تحط الشاي بتقلب برتقالي. عم راحت لوريال حسنيتها بالصبغة وعملناها 100% كفر ذا ريزيستنت جري. هي بتغطي 100% خصوصا الشاب العنيد لأنه نزلت ألوان. بليز إذا ما انتبهتوا لها اسمها الفوندمنتال، مكتوب على الترو فوندمنتال يعني معمقة أكثر من لون مثل ما شيلتوا الكفر لتغطي الشاب العنيد. شلنا من الإنوا الجديد الأزرق الجديد، الإنوا الجديدة ما فيها شمع، no wax inside. أوكي؟ ما فيها شمع. Why؟ لأنه إذا old إنوا كانت hard، كانت كثير صعبة وقت أنا أخلط، it is hard. حتى لما طبقين على الشعر كانت تلزق، كانت تلزق، ما كانت تمد. This is the inwa. Okay. Your experience will all powered by oil. What is the all the difference between old inwa and new inwa? مثل ما قلنا بتغير فيها وجوه. سهلة وتز ليكويد كثير ليكويد سهلة بدون شمع داخل التيوب، بس اللي ما تغير فيها كمان اثنيناتهم بغطوا الشاب 100%. إذا عندي الإنوا القديم this is the old إنوا this is the new إنوا نفس اثنيناتهم بغطوا الشاب، بس الإنوا القديم أنا عندي ألوان لؤلؤية من قبل بس ما كنا نستعملها. شوفوا الألوان عندي 17 من الموكا البنفسجي عندي نظيف اللون. اوكي ونفس الوقت مثل ما قلنا في حبيب ديش البوندر لا في وقت ثاني في بوندر في بودره وفي عادي بوندر اصفر او امل. اوكي الحلو في هذا مع ايش ما تخافوا ما من بيدي اللبن.
علاش انا نقول لك حسب الفروه.